نتعرف أكثر على مرض السكري عند الشباب، أسبابه وطرق العلاج. طبعا هي المعلومات كلها مع ضيفتنا لليوم الدكتورة تغريدة حمود، اختصاصية غدة سم وسكري. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة. كنا عم نحكي تحت الهواء شوي عن مرض السكري، والمعروف بمرض السكري عند الشباب فينا نقول خصائصه أشبه بالنمط الأول. خلينا نحكي قديش فعليا هو مقارب للنمط الأول، لوجه الاختلاف فينا نقول. هلا هو انت حكيتي شيء كثير مظبوط وحلو، انه السكري يلي بنشوفه عند الشباب هو من النمط الاول، يعني يلي بنشوفه تحت عمر 30 سنه هو غالبا بنشخصه من النمط الاول. هلا شو يعني النمط الاول؟ النمط الاول معنى هدول المرضى ما في عندهم ولا جزيئه انسولين بجسمهم، يعني علاجهم الرئيسي والاساسي والوحيد هو الانسولين. تمام؟ ف يعني وهلا نحن صرنا عم نشوفه يعني للسكري كثير منتشر، خاصه النمط الاول. هلا طبعا اول دراسات صارت بالعالم هي بعد الحرب العالميه الثانيه، لاحظوا انه كثير زادت نسبه الاصابه بالسكري النمط الاول، لانه النمط الثاني هو اللي بنشوفه عند الكبار بالعمر، الاشخاص البدينين يلي مو ضروري انه يعني بجوز نمط حياتهم، طريقه حياتهم، قله الحركه، زياده اكل السكاكر هي اللي ساعدت، والبدانه هي اللي ساعدت على تطور النمط الثاني. اما النمط الاول هو غالبا مو ضروري يكون في قصه عائليه بالعائله، غالبا له علاقه بالاصابه بالفيروسات، له علاقه بيظهر فجاه، يعني هي مختلفه انه مثلا ما في نمط حياه تماماً. او غذاء غير صحي ممكن تماما. هلا غالبا ما في قصه عائليه، يعني القصه العائليه انه قليله، يعني بالنمط الاول عدد قليل اللي بنلاقي انه الناحيه الوراثه مثل ما قلتي، انه يعني في قصه وراثيه عندهم. يعني في عم تقولي انه فيروسات، يعني هلا فينا نقول انه بعض الاشخاص ممكن ينصابوا بمرض فيروسي وبالتالي بعضها ممكن يكون من اثاره انه هن ينصابوا بسكر الشباب. طيب هلا نحن بنقول انه هي طبعا هي اسمها نظريه يعني علاقه البيئه مع تطور مرض. هدول اجباري بده يكون في المورثات اللي بتساعد على التاهب للاصابه بالمرض، بس ما بيبين المرض. مو كل شخص عنده المورثات لينصاب بالسكري النمط الاول معناه هو بده يصير مريض سكري نمط اول، لا، في عوامل بيئيه هي اللي بتساعد. احد العوامل البيئيه الاصابه بالفيروسات، لما نحن مثلا الجريب احيانا اغلبهم بيجوا مرض مرضى قويه وبلش معه، بلش ينحف، يشرب مي كثير، يبول كثير، او مثلا نحن من يعني في عادات عنا بمجتمعنا انه نحن بنخلي الاولاد بعمر مبكر الاطفال ياخذوا حليب البقر. فحليب البقر الكامل بيحتوي على بروتين الالبومين، هذا الالبومين بيشبه بتركيبه بروتينات موجوده ضمن خلايا اللي بتفرز الانسولين. فنحن لما عم نشربهم بعمر مبكر حليب البقر الكامل الدسم والكامل البروتينات، فنحن عم نحفز جهازهم المناعي، عم نخلي جهازهم المناعي يتعرف على بروتين اللي هو بالاصل يتحمله، بس كونه دخل على الجسم بكميه كبيره، فهالكميه الكبيره قدرت تحفز الخلايا المناعيه، مرقت على غده البنكرياس، تعرفت على خلية بيتا وهاجمتها ودمرتها، وبالتالي عملت نقص بإفراز الأنسولين. فإذا كمان بيقولوا أنه التغذية بحليب البقر بعمر مبكر هي مؤهب للإصابة بالسكري. وفي أحيانا غالبا أسباب مجهولة السبب، ما بنعرف ليش صار. طبعا الخوف له دور، إفراز زيادة الكورتيزول، لذلك بتلاقوا كتير زعل تماما، الخوف، الزعل، الشدة النفسية، لذلك بنقول أنه أكثر إصابات صارت بالسكري النمط الأول هي بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بسبب الأدر، يعني بسبب الوضع السيء. هي لما بنقول في عنا عامل بيئي، الإصابة بالأمراض بسبب سوء التغذية، كورونا ممكن، الإصابة بالفيروسات طبعا، يعني مو ضروري كورونا لا، بس دائما الفيروسات بتأهب للإصابة بالسكري وبتحفز يمكن الخلايا المخفية تماما، نفس يعني فينا نفس الآلية. يعني فينا نقول هو الفيروس لانه الجهاز المناعي تعرض لفيروس، فالخلايا. هلا بعض الفيروسات فيها كمان، هلا الفيروس هو بروتين صحيح، نحن بروتين مظبوط، الفيروس هو بروتين. هلا احيانا بعض الفيروسات بيكون الفيروس مدور، مثلا في قطعه منه بتصير بتشبه كمان بروتين موجود ضمن خليه بيتا، بس بالمناعه بتلعب الكميه. لما نحن بصير في عندنا جريب مثلا او اصابه فيروسيه، فبيدخل كميه كبيره من هالفيروس لجسمنا، المعنى صار كميه كبيره من هالبروتين، صار بيقدر يحفز الخلايا المناعيه. هي نايمه ما أنا متحملة، يعني لحد معين، لكمية معينة بالجسم تحملته لهذا البروتين، بس لما ندخل بكمية كبيرة على جسمنا قدر يحرك جواب مناعي، وكمان صار تدمير لخلايا بيتا. هلا الحقيقة هو السكري النمط الأول هو تدمير انتقائي للخلايا اللي بتفرز الأنسولين، ما بتقرب على الخلايا الثانية، بس بتنتقي الخلايا اللي بتفرز الأنسولين وبتدمرها. لهيك دكتورة علاجهم الأساسي هو الأنسولين؟
طبعا، لانه اللحظه اللي بنكتشفه فيها للمرض الحقيقه هو تطور يعني بدء الآلية اللي بنقول نحن مناعي ذاتي. شو يعني مناعي ذاتي؟ مناعي ذاتي معناتها انه الجسم كان متحمل هالبروتين، متحمله ومتحمل، الجسم ما لازم يهاجم حاله بروتينات الجسم، فالجسم متحمل هالبروتين لسبب معين وغالبا بيئي، مثل ما قلنا مثلا مثل الإصابة بالفيروس، التغذية المبكرة بحليب البقر، ظروف معينة، شدة معينة، ممكن انه تحرض هالجواب المناعي، هالخلايا بتروح بتهاجم بشكل انتقائي الخلايا بس اللي بتفرز الانسولين وبتدمرها. طيب يمكن حكينا مواضيع كثير مهمه الناس عم تعرف عليها لاول مره، هي التفاصيل، لانه مثل ما قلنا فجاه ممكن الشخص يصاب بمرض السكري، بس كيف يصاب واليه هي الاصابه ما بيعرفوا. خلينا نحكي يمكن مثل ما قلنا العلاج له الوحيد هو الانسولين، بس كمان النظام الغذائي بيلعب دور بشكل كثير كبير، نمط الحياه كمان طبعاً بيلعب دور بشكل كثير كبير. وفي كثير من الناس للاسف من محيطنا من عائلاتنا ما كثير بيلتزموا بهي النصائح، وخصوصا نصائح الطبيب. خلينا نحكي عن النظام الغذائي، قديش فينا نعول عليه، قديش فينا الالتزام من خلاله كمان بيحافظ على نمط السكري. ما بتلاقي يعني بتلاقي الجسم سليم نوعا ما، ممكن يمارس حياته بشكل طبيعي. تمام. هلا نحن انا يعني حتى نحن كمجتمعات، هلا نحن فينا بنقول انه مجتمعات غيرت عاداتها. صحيح. يعني نحن انتقلنا من حياة فيها حركة، نحن بنقوم بدنا نتحرك، بدنا لنجيب أغراضنا، بدل ما نمشي نحن عم ناخذ وسائل نقل، نركب السيارة. إذا أول شغلة نحن صرنا شعوب أقل حركة، يعني غيرنا نمط حياتنا. الشيء الثاني اللي تغير بحياتنا هو نحن صار عنا أكثر وارد غذائي، وللأسف هالوارد الغذائي هو صار أكثر بيعتمد على وجود السكاكر والمحليات والأكل الحلو والأكل الطيب، والأكل الطيب مثل ما بيسموه الأولاد. إذا نحن هدول الاثنين هن الأسوأ شيء، قلة الحركة وشغلة تانية الوارد الكبير من السكاكر والحلو. هلأ شو بيعمل الوارد الكبير؟ طبعا هلأ إذا نحن بدنا نقول كبالغين، يعني أنا قديش حاجتي من السكر اليومية، يعني السكر الأبيض مع السكر اللي متخبي، يعني وين السكر المتخبي؟ متخبي بالبيبسي كولا، بالعصائر، بالحلويات، حاجة كله هذا السكر الأبيض ما لازم نتجاوز 6 لـ7 ملاعق صغيرة يوميا. مين عم ياكل؟ احنا أكثر من هيك عم، مثلا بيجي الولد الصغير بحط 4 و6 ملاعق سكر على كاسته، هلا هو شو؟ أو مثلا بيجي بيشرب كل علبة 7 أب أو بيبسي هي فيها 9 ملاعق سكر، يعني احنا تجاوزنا الحاجة اليومية حسب منظمة الغذاء العالمية لإلنا. طب هلا بدك تقولي لي إنه مثلا هالسكر الزايد شو بيعمل؟ شو بيصير؟ هلا نحن لما أكلنا بخلال مدة قصيرة، يعني مثلا خلال 10 دقائق 5 دقائق أكلنا كتير سكاكر وحلويات، هالسكاكر شو عملت؟ حرضت إفراز أنسولين بكمية كبيرة. هالخلية اللي بتفرز الأنسولين الصغيرة لما تعرضت لكتير زيادة من ارتفاع بسكر الدم هي صار بدها تنتج أنسولين زيادة أكثر من يلي متوفر فيها. لما بدها تنتج أنسولين زيادة شو بتعمل؟ بتصير مرهقة. أي خلية بتشتغل أكثر من طاقتها بتصير مرهقة، بتصير بتنتج أنسولين يلي بشكله الكامل يلي مانو مو هو الطبيعي لهيك اللي لازم تفرزه، بيحافظ على الخلايا السليمة صحيا. لما تفرز كمان أنسولين بشكله غير الكامل خلايا الجهاز المناعي ما بتعرفه، صارت عم تشوفه بكمية كبيرة بالدم، بتصير تتحفز كمان بترجع بتهاجم خلية بيتها، كمان هذا عامل. لذلك نحن بنقول انه السكر الابيض لازم لانه السكر الابيض هو يعني تعود، لما نحن بنخفف منه يعني هذا نحن بنتعود انه ناكل بلا سكر. لذلك الامهات لازم ينتبهوا، خفف السكر الابيض قدر الامكان، منع اكل الحلو من برا. انا شو بعمل حلو بالبيت؟ بس بدي احط كاسه سكر، طب حط نص كاسه سكر، هي نقطه مهمه. ومن الطفوله انا اعلم الولد على قله السكر، الولد عمره سنتين وماسك مصاصه وشوكولا وسكاكر واي شيء، انه اي اذا بتقولي لا انه عادي اذا يعني، فكمان بتاثر بالمستقبل على جسم طبعا مع الوقت مثل ما قلنا هي عم تتحفز خلايا جهازه المناعي. طبعا السكري النمط الاول هو مو بس بنشوفه تحت عمر ال 30، هلا في نوع منه يلي بنسميه السكري المتاخر الحدوث يلي هو النمط الاول يلي بنشوفه بين عمر 30 و40 سنه، كمان هدول بيكونوا نحاف. هلا هن كيف الاهل يعني كيف بيتوجهوا؟ غالبا مريض السكري ببلش ينحف، مثلا الاهل بيجوبوا ابنهم جربوا رشح وطابوا من القريب والرشح، بعد فتره ما لقوا الا عم ينزل وزنه، عم ياكل وكل شيء بس عم ينزل وزنه. فجاه طبعا بلش المعنى هون ما في انسولين، لانه الانسولين هو هرمون الخزن، هو الهرمون اللي بياخذ السكر وبيحوله لشحوم، يعني احنا الشحوم تحت الجلد تبعنا او بالبطن هي سبب وجود الانسولين. فما عاد في عنده انسولين، اذا السكر بده يضل برات الجسم ما راح يفوت لجوات الخلايا،
وما رح يتكون شحم، لذلك الطفل بيصير بينحف. حتى احيانا المرضى السكري يلي معالجين بشكل غير جيد بيصيروا بينحفوا لما بيكون العلاج بده تعديل او سكرهم غير مضبوط. الشغله الثانيه بيجوا فيها هدول المرضى لما الجسم بيفقد هالسكر، ما عاد بقى عم يفوت على الخلايا. السكر هو البنزين تبع جسمنا، السكر يعني الجلوكوز هو اللي بيفوت على الجسم بينحرق وبيعطينا الطاقة لنحنا نستمر بحياتنا ونمشي ونقوم بنشاطاتنا اليومية. هلا لما راح الأنسولين السكر ضرب برات الخلايا ما عاد فات، الجسم بده يدور على مصدر للطاقة. شو بيعمل؟ بيلاقي الشحوم، ببلش يحل الشحوم وبيبلش يحبلش، لذلك بنبلش ننحف. برافو. طيب دكتورة بدي أسألك هلأ، بما أنه قلنا أنه هي عم تظهر فجائية عند الشباب وممكن مثل ما قلتي الأسباب ممكن زعل شديد، مرضى فيروسية وأحيانا غير معروف السبب مثل ما ذكرتي، مجهول السبب تماما، خلينا نحكي عن الأعمار حاليا. يعني إمتى العمر اللي بنبلش عم نلاقي فيها هي الحالات عند الشباب؟ هل مثلا بال 18 ممكن نلاقي، بال 20 ولا بال 30؟ العمر اللي عم بتشوفيه منتشر حاليا، ومين الأكثر تأهبا حتى من فئة الشباب؟ هلا السكر النمط الأول، أول شغلة إجمالا هي الشريحة العمرية تحت ال 30 سنة. تحت ال 30 سنة عندنا ذروتين لحدوثه، بنشوفه بعمر 5 و7 سنوات، بنشوفه ببدء البلوغ يعني ببدء المراهقة، وبنشوفه بعمر العشرين بداية العشرين. وقلنا في النوع هذا المتأخر يلي جديد هلا عم ينحكى عنه من شي حوالي 10 سنين، هو المتأخر الحدوث يلي بنشوفه بعد 30. هذا صار جديد متعرفين عليه لأنه هدول المرضى نحاف كمان ودغري بيتطوروا لحاجة للأنسولين. فإذا له 3 ذروات بين 5 ل7 سنين، بسن المراهقة وبسن العشرين. قلنا من الأعراض اللي فينا ممكن هلا نحن لأنه أحيانا بيكتشفوا يعني بوقت متأخر يعني. طيب هلا نحن قلنا لما بنبلش اكتشافه للسكري، لما بيبلش هو بلحظة غياب الكامل للأنسولين إفرازه، خلاص ما عاد في أنسولين بالجسم. قلنا الجسم بده يدور على مصدر للطاقة، بيبلش يحد الشحوم. انحلال الشحوم الزايد شو بيعمل؟ تراكم بانحلال الشحوم بيخلي أجسام نسميها الأجسام الخلونية اللي هي يعني اللي هي حامضية. فتراكم هالأجسام الخلونية الناجمة عن انحلال الشحوم شو بتسبب؟ بتسبب عند هدول الأطفال إحساس بالإقياء والغثيان، آلام بطنية. لذلك أحياناً هذا بنسميه الحماض الخلوني. لما الطفل طبعاً هذا بيترافق مع التجفاف الشديد، تمام؟ الطفل لما بنشوفه بهالحالة هذا دغري بده يعني مشفى، بده قبول مشفى لتعديل الحماض الخلوني. وأحياناً أغلب مرضى السكري النمط الأول بينكشفوا بالحماض الخلوني أغلبهم. هلا ممكن ياخذوه أول شيء إقياء وغثيان وألم بطني، أو يفكروا إنه جراحة طبيعية صحيح، وتجفاف يفكروا إنه عنده زايدة حالة ألم بطني، بس الحقيقة دائماً لازم ننفي مع نقص الوزن خلال فترة قصيرة، لازم ننفي إنه وجود السكري النمط الأول. طيب بالختام، ومو ضروري يكون في قصة وراثية، هذا التحليل يعني في ناس كتير. طبعا لما نكتشف المريض بيجي لازم نطلب سكر الدم على الريق فوري، ولازم نعمل تحليل للاجسام الخلونيه. طبعا بيتميزوا هدول الاطفال لما تتراكم الاجسام الخلونيه بجسمهم كثير انه بيصير رائحه الفم تبعهم ورائحه البول مثل بنسميها خلونيه، مثل رائحه الفواكه المعفنه او التفاح المعفن، بيميزهم هالريحه يلي بتطلع منهم. طبعا هذا اجباري قبول مشفى لمعالجه الحمام. اسم نطلب مشان نعرف انه هذا فعلا سكري، بدنا نعاير سكر الدم على الريق، بدنا نعاير الاجسام الخلونيه، وشيء اساسي ومهم بدنا نعرف انه يعني طبعا للتاكيد لازم نطلب البيبتيد سي يلي هو بيفرجينا انه ما عضل عنده انسولين. وشغله ثانيه لنتاكد انه مرض مناعي ذاتي، و90% منهم مناعي ذاتي، بنطلب لهم قضاض بنسميه قضاض الجاد 65. تمام. بالختام نتمنى الصحة لكل الناس ولكل الأطفال. دكتورة تغريد حمود أخصائية غدد سم وسكري، بنشكرك على وجودك معنا، ويمكن معلومات مهمة اليوم طرحناها حول مرض السكري. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة.